حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قالا حدثنا بكر بن يحيى بن زبان حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا. فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل صدقة من غلول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن سعيد وشبابة بن سوار عن شعبة نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن عقيل حدثنا الخليل بن زكريا حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن أبي سفيان طريف السعدي وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي مطرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. حدثنا سويد بن سعيد، حدثني حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا حماد عن عاصم عن زر بن حبيش أن عبد الله بن مسعود قال: قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني شقيق بن سلمة، حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني محمد بن إبراهيم، حدثني عيسى بن طلحة، حدثني حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوط فاه بالسواك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قال قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قال كان إذا دخل يبدأ بالسواك. حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. حدثنا محمد بن حميد حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم البصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. حدثنا عمرو بن رافع
حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه، ولم يقل في حديثه من الرجس النجس، إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل، حدثنا يوسف بن أبي بردة، سمعت أبي يقول: دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال أبو الحسن بن سلمة: وأخبرنا أبو حاتم، حدثنا أبو غسان النهدي، حدثنا إسرائيل نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد الله بن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال عليها قائما. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما. قال شعبة: قال عاصم يومئذ: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه، فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا: حدثنا شريك عن المخدام بن شريح بن هانئ عن أبي عن عائشة قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق، أنا رأيته يبول قاعدا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد. حدثنا يحيى بن الفضل، حدثنا أبو عامر، حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يبول قائما. سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا، قال الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المرأة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هي رجس. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال شرقوا أو غربوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، حدثني أبو سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. قال أبو الحسن بن سلمة: وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبل القبلة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب، حدثنا الأوزعي، حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال: يقول أناس: إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي، فقال: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة، أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة، استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة: وحدثنا أبو حاتم، حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة. قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبيد، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا زمعة فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فاتبعه عمر بماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ما؟ قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال: كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال: والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه، فقال معاذ:
يا عبد الله بن عمرو، إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الملاعم الثلاث، البرازة في الموارد، والظل وقارعة الطريق. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال: قال سالم: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة عن قرة، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب الخلاء عليها، أو يبال فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمرو بن عبيد، عن محمد بن المثنى، عن عطاء الخراساني، عن أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتنحى لحاجته، ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر بن أبي شيبة واسمه عمير بن يزيد، عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل، عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر، حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، عن بلال بن الحارث المزني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الملك بن الصباح، حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري، عن أبي سعيد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن تخلل فليلفظ، ومن لاك فليبتلع، من فعل ذاك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الخلاء فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمدده عليه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا عبد الرحمن بن عمر، حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده نحوه، وزاد فيه: ومن اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لاك فليبتلع. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: ائت تلك الأشاءتين، قال وكيع: يعني النخل الصغار، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي: ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد
عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد، حدثني حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه حين بال. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق، حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا علي بن أبي بكر، عن سفيان الثوري، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن عبد الله نحوه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا الأعمش فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قالا: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جذعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه.
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قالا حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن سليمان الواسطي قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا أبان بن عبد الله حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا. حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قالا حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة حدثنا حريش بن الخريت أنبأنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة
إناء لطهورك وإناء لسواكه وإناء لشرابه. حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثنا مطهر بن الهيثم، حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبيه أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين قال: رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم المهنأ وعلي الإثم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، أنبأنا مالك بن أنس، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب، وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، فجعلت أنظر إليه فقال: يا ابنة أخي، أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين أو الطوافات. حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: الماء لا يجنب. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة، فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالوا: حدثنا أبو داود، حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عاصم الأحول
عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا. قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا حدثنا المعلى بن أسد نحوه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أنس بن عياض حدثنا أسامة بن زيد عن سالم أبي النعمان وهو ابن سرح عن أم صبية الجهنية قالت ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا داود بن شبيب حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن أبيه وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن أبي فزارة العبسي عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. هذا حديث وكيع. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن معك ماء؟ قال لا إلا نبيذا في سطيحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب عليه. قال فصببت عليه فتوضأ به. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة هو من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء
فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفرازي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا علي بن الحسن الهستجاني، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يغسل ذراعيه، فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه، ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال: اسكبي، فسكبت، فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. حدثنا بشر بن آدم، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني الوليد بن عقبة، حدثني حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان بن عسان قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الماء في السفر والحضر للوضوء. حدثنا كردوس بن أبي عبد الله الواسطي، حدثنا عبد الكريم بن روح، حدثنا أبي روح بن عنبسة بن سعيد بن أبي عياش مولى عثمان بن عفان عن أبيه عنبسة بن سعيد عن جدته أم أبيه أم عياش، وكانت أمة لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائمة وهو قاعد. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري فيما باتت يده. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا زيد بن الحباب، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، وحدثنا أحمد بن منيع،
حدثنا أبو أحمد الزبيري قالوا حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يزيد بن عياض حدثنا أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو كريب وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا حدثنا ابن أبي فديك حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم العطار حدثنا عبد المهيمن بن عباس فذكر نحوه. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا زهير بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا يحيى بن صالح وابن نفيل وغيرهما قالوا حدثنا زهير فذكر نحوه. حدثنا عبد الله بن الجراح وأبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة من كف واحد. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكلي عن خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءه فأتيته بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن منصور وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن سليمان وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارض بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب وداود بن عبد الله قالا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك بن عبد الله النفعي عن ثابت بن أبي صفية الثمالي قال سألت أبا جعفر قلت له حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم. قلت ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة. حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد أنبأنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة. حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعليا يتوضأان ثلاثا ثلاثا ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثناه أبو حاتم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فذكر نحوه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سالم أبي المهاجر عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عيسى بن يونس عن فائد أبي الورقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا أسبغ الوضوء وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إسماعيل بن قعنب أبو بشر حدثنا عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال هذا وظيفة الوضوء، أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى
عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا يقول سمعت ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة وضوءا يقلله فقمت فصنعت كما صنع. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن محمد بن الفضل عن أبيه عن سالم عن ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. حدثنا أحمد بن عبده حدثنا حماد بن زيد حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري عن يزيد الرخاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرق ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء
فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. حدثنا محمد بن الحارث المصري حدثنا يحيى بن راشد البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المخدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. حدثنا محمد بن زياد أنبأنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي
حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حريث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلاة المكتوبات كفارات لما بينهن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي حدثنا حسان بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبرائيل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم، وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتضح. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب، حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة فرده وجعل ينفض الماء. حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا يزيد بن الصمت، حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن، حدثنا الحسين بن علي وزيد بن الحباب، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو نعيم قالوا: حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال: حدثني زيد العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل. قال أبو الحسن بن سلمة القطان: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم بنحوه. حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجشون، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن زينب بنت جحش أنه كان لها مخضب من صفر قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الطنافسي: قال وكيع: تعني وهو ساجد. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زائدة عن حريث بن أبي مطر عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معن بن عيسى وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصور وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القارئ عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا محمد بن جابر قال: سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو منك. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو حذية منك. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال: كان يضع يديه على أذنيه ويقول: صمتا، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتف
ثم مسح يديه بمسح كانت تحته، ثم قام إلى الصلاة فصلى. حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس: وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه وصلى ولم يمس ماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنبأنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء صلى العصر، ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بسويق فأكلوا وشربوا، ثم دعا بماء فمضمض فاه، ثم قام فصلى بنا المغرب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أدريس وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه. حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال: سمعت محارب بن دثار يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت ما هي إلا أنت؟ فضحك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل، قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه، يعني ليغسله ويتوضأ. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة فأكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مذيا فغسلت ذكري وتوضأت، فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل أنبأنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى
ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فقلت أصلحك الله، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال أو فطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أنبأنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه، فقلت مما ذلك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا وأروينا وحملنا. حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا رشدين أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله
أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. حدثنا حوثرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد. قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي فهمت أو قال لقنت؟ قال قلت لا. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال لي نفعك الله به. حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد حدثنا محل بن خليفة أخبرنا أبو السمح قال كنت خادما النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فوسب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد بن يحيى وهو عندنا ابن أبي حميد أنبأنا أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال لقد حضرت واسعا ويحك أو ويلك. قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطع الطريق النجسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيني وبين المسجد طريقا قذرة، قال فبعدها طريق أنظف منها، قلت نعم، قال فهذه بهذه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت، فقال ما لك؟ قلت كنت جنبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنغسله أو نغسل الثوب كله؟ قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن طريف حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا زيد بن وافد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم أصلي فيه وفيه، أي قد جامعت فيه. حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا يحيى بن يوسف الزمي وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك. فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر أفت ابن أخي في المسح على الخفين. فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط؟ قال نعم. حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد المهيمن بن العباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء؟ فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فسل فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون
عن خزيمة بنت ثابت قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بنت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أحسبه، قال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قالا حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أنبأ يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين. قال وثلاثة حتى بلغ سبعة. قال له وما بدا لك؟ حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال أصبت السنة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال والنعلين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
توضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. حدثنا محمد بن رمح، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم، قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب، قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال: ما علمت إنك لمباركة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وحدثنا أبو إسحاق الهروي، حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعل هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه. قال الحكم: ويديه. وقال سلمة: ومرفقيه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، أولم يكن شفاء العي السؤال؟ قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس، حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت:
وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثة ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة؟ قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة. وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الظفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثة. فقال الرجل إن شعري كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا نصر بن علي الجحضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان
حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الصمد، حدثنا حماد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هو أزكى وأطيب وأطهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسماعيل بن صبيح، حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب: هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال نعم، إذا رأت الماء فلتغتسل، فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قالا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ فقال يتناوله تناولا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر، فقال لعلنا أعجلناك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي أنبأنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام
ثم أمرنا بالغسل بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد أخبرني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوب فأستره به. حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال: سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح 8 ركعات. حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن يحيى
حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه، وكان السائل غيري. أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، قالت: فوجدته عند أختي زينب، قالت: قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ أي هنتا؟ قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستشفري بثوب وصلي. حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قالا: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة منكرة شديدة. قال لها: احتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24، وأخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا، وأخر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال اقرصيه واغسليه وصلي فيه. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرف الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست؟ قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا محمد بن بشار
حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المخدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم، شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص، عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه. حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاضت؟ فقالت: نعم. فشق لها من عمامته فقال: اختمري بهذا. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا حجاج، حدثنا يزيد بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: تخطب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال أبو الحسن بن سلمة: أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر، وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو. حدثنا أبو مروان، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع، وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان، حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع
عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد بن الحباب قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال فرجعت.